دكتورة غادة جبارة، كنا سمعنا فترة إنه في مشروع تعاون بينكم وبين جامعة الأزهر، حقيقة شيء حلو يعني، ماذا تم فيه؟ الحقيقة هو كان التعاون هيبقى في مجال محدد، وهو مجال الطلبة الغير الناطقين باللغة العربية. كنا هنعلمهم التواشيح عندنا من خلال معهد الموسيقى العربية، وبالفعل بدأ يبقى فيه شوية تحركات كده، ويجونا أساتذة من هناك، وقعدنا أكتر من اجتماع، لكن المشروع وقف. يعني مش عارفة ليه وقف يعني، هو بس يعني مش من قبلنا يعني. يعني فكرة التعاون ده شيء جميل جدا جدا بين مؤسسة فنية ومؤسسة طبعًا. دينية، لكن حضرتك بتقولي دلوقتي ان هذا التعاون توقف ليه؟ انا مش خسارة. عارفه الحقيقه هو توقف ليه. هو ده البروتوكول كان هيبقى كده، ان هم غير الناطقين بالعربيه احنا هنساعدهم في انهم يعرفوا النطق يبقى سليم عن طريق التواشيح الدينيه يعني. فانا عايزه اقول لحضرتك انه بقى كل سنه في افلام متميزه جدا بتنافس يعني.